هل ترغب بالسفر لتقضي عطلة الصيف لكنك تواجه صعوبة في دفع ثمن تذكرة الطائرة؟ بعد هذا اليوم وبعد ما راح تتعرفون على الاختراع الجديد للطيران لم تعد هناك مشكلة، لكن كيف؟ في مشهد مصور ليس من وحي الخيال ولا الروايات، قام مصمم يدعى ستيفن كلاين قام بصنع سيارة طائرة تغني عن الطائرة وحتى عن سيارة الأجرة التاكسي، ومزودة بمحرك BMW وتعمل بالبنزين العادي، ونجحت في إتمام أول رحلة لها بين مطارين دوليين في سلوفاكيا. وتداول الناشطون في منصات التواصل الاجتماعي لقطات مصورة للسيارة الطائرة التي أطلق عليها Air Car أثناء تحليقها في الهواء الطلق في رحلة تجريبية استمرت 35 دقيقة. إذن 15 ثانية فقط هو الوقت الذي تستغرقه هذه السيارة لتتحول إلى طائرة وتمتلك أجنحة تنفتح ومروحة واحدة في الخلف، وهي قادرة على الوصول إلى ارتفاع يزيد عن 8000 قدم وسرعة تزيد عن 100 ميل في الساعة. كل هذه الميزات أذهلت المتابعين في منصات السوشيال ميديا، وحاز الإنجاز هذا على ردود واسعة من الأفعال. نبدأها مع مصطفى. ماذا يقول مصطفى حول هذه السيارة الطائرة؟ يقول مصطفى: شكراً على نعمة العقل، وأخيراً بدي أصعد سيارة طائرة أو أستأجر سيارة وأخلص من الازدحام والفوضى في الشارع وغلاء الطيارات. بتمنى يكون سعر هالسيارة مناسب للجميع، وإن شاء الله زواجي الثاني يكون فيها. آمين. هناك تعليق آخر من آيات، يقول آيات خضر: صار لي شايف شي 100 سيارة بتطير وكلهم السيارة الأولى في العالم، بس لساتهم قيد التشغيل. إن شاء الله ما تكون هالسيارة الطائرة مجرد إعلام ونشوفها عن قريب بالهواء وتدخل الخدمة. وهناك تعليق أيضا من فراد، يقول فراد: الفكرة عربية
مأخوذة من أبو القاسم عباس بن فرناس و وأخيراً سرقوا منا الاختراع. الجدير بالذكر أن السيارة الطائرة ممكن أن تحمل شخصين وتتيح لأي طيار قيادتها دون الحاجة إلى تدريب من قبل متخصص، ومن المقرر أن يتم العمل بها بحلول العام المقبل.